أمة الله تسأل ماذا يقال في سجدة الشكر؟ سجدة الشكر بعض أهل العلم يرى بأنها مثل باقي السجدات، بمعنى أنه يسبح فيها، وما ورد في الشكر أيضا ورد مطلقا في الصلاة، سجد وجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فالأقرب أنها لا تختص بذلك، ولو قال هذا الدعاء أحيانا. هذا في سجود التلاوة، في سجود التلاوة، نعم. أي يعني ما يقال في سجود الشكر، يقال في سجود والسؤال عن الشكر. أي نعم. لا، الشكر تسبيح. أي ظننت أنها تسأل عن سجود التلاوة. لا، ماذا أما إذا كان للشكر فهو تسبيح فقط، تسبح، لأن هذا هو مما يقال في السجود. سبحان ربي الأعلى. نعم صحيح. أي نعم. ولو أضاف اللهم لك الحمد والشكر كذلك. أي نعم كذلك. نعم. هذا من الثناء على الله عز وجل، وهو مشروع. نعم.